السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بحب أستخدم جوجل درايف بما فيها دوكومنتس وسلايد والأدوات الجميلة اللي موجودة جواه. طبعا في ذكاء اصطناعي دلوقتي بدأ يدخل في كل البرامج، فهم برضو مدخلين معاهم الذكاء الصناعي. أول ما بتفتح أصلا بتلاقي هيلب مي رايت، دوس عليها بيقولك أنت عايز تتكلم عن إيه، قول له مثلا أنا عايز أتكلم عن ايجيبشن بيراميدز، تمام اهو، وقول له كرييت، فهو اوتوماتيك بدأ ان هو ايه يكتب الحاجة اللي احنا عايزينها. تمام، خلي بالك ان دي موجودة من غير ما تسطب اي تولز او اي حاجة. تمام اوكي خلاص، هتقول له انسيرت او ممكن تقول له لخصها لي، حطها لي في نقط، يعني زي ما انت عايزها. انسيرت، لا حطها لي بالشكل دوت. تمام، فدي من ضمن ادوات الذكاء الصناعي. تقدر تيجي هنا وتقول له ساعدني في كتابة اي مقالة، يبدأ ان هو يساعدك فيها زي ما انت عايز.